صبحكم الله بالخير، وهسه جيت للمحمية وصعد حسام اخوي على موت هاي الافراخ الفوق اللي بالنخلة الفوق، ولقينا شوفوا لقيناه الميتات بقى. هذا واحد لقيناه بالعش ميت، والثاني اهم ما موجود، بس على اساس يقول هو مطير، بس بعد ما اعرف هو مطير او ميت وما ندري بيه، بعد ما اعرف. هسه حسام جاي يدور عليه، وخلي نشوف نلقاه له ولا. وهذا الثاني شوفوا بقولي، هذا الثاني مطير شوفوا ما شاء الله، حتى حجمه حلو ما هو عادي، يمكن سوبر. شوفوا ايش حالاته ما شاء الله. وهذا بيض السمان كل شو ماكو، تاركاته لا ينام عليه ولا شيء، كله خربان ما ينام عليه وخربان. هنا السمانة تاركة ذاك البيض ومبيضة هنا وكاركة عليه، شوفوا يعني تاركة ذاك البيض القديم ومبيضة من جديد وكاركة عليه، ان شاء الله نشوف خيرها. بالنسبة للنخلة، النخلة بيها ثلاثة عشاش، ثلاثة لو أربعة، أربعة عشاش، هذا واحد وهذا واحد ومال الفاختة واحد، وهذا من هاي الصفحة واحد شوفوا، وهذا واحد، هذا واحد هذا بي بيض وذاك بي بيض وفرخ، والأفراخ الباقية مال العش الثاني أو واحد قلت لكم ميت وواحد مطير. يعني أكثر الأحشاش جاي يصير وين؟ أحشاش طبيعية بالنخلة، يعني تقريبا بيها أربع أحشاش أو خمسة هسه حاليا وصلت، يعني احتمال راح أحاكي فرات ونجيب لنا بعد نخلة ونحطها هنا، حتى لو يعني هيك ميتة بس نخليها على مود، لأن الطيور تحب الأحشاش الطبيعية ما تحب الاصطناعية. شباب شوفوا الفاخت الملكي وين مبيض، ضايو هذا هنا، هسه هاي بيضة وحدة، وين يعني لام العش؟ لام العش مباشرة فوق العش مال الفناجس، فالظاهر هو اللي كاتل هذا الفرخ، هذا الفرخ هو كاتله، ليش؟ لأنه يعني مباشرة فوق العش مالتين بيضات، يعني قاموا يختارن النخلة حتى يعششن بيها، وهذا الشيء حلو طبعا. شوفوا هاي بيضة واحدة إذا تشوفونها، وبعد بيضة احتمال تبيض مرة ثانية. هسه هنا قصينا السعف مال النخلة وجاي نذبه فوق السقف، ليش؟ على مود الفياي والشمس مال الصيف، لأن شمس الصيف قوية كلش. شوفوا هسه حسام كان يقص بالسعف وجاي يخلي فوق، واني جاي انطيه هاك، خلي اكثر شيء على السدرة على مود الفي بقى. شوفوا كثافة السعف هسه شلون صارت بقى، شوفوا شلون صار يعني على السدرة فياي، والجو برد يعني صارت شلون حلو، لا شمس ولا شيء. شوفوا الجمالية صارت، صار بهذا الشكل هسه. وخلينا هنا كم سعف على النخلة، هسه راح يدفع حسام يخليه على السعف على مود البيض والافراخ على مود ما تطقنا الشمس قوية. شوفوا صارت هيك ايش حالاته هسه، وان شاء الله باكر هم راح ارجع ونقص هاي النخلة الثانية وهم نذبها فوق على مود يصير المنظر حلو والفياي اكثر والشمس ما تضرب على الطيور مباشر. شوفوا صار بهذا الشكل هسه حاليا. وهاي هنا افراخ، شوفوا هاي بالبمبره، هاي افراخ، هاي البقاله، وهذا نانه. شوفوا وين الابدن، هذا الحجر اللي صدناه، هذا الفحم ما يعطي مجال، ما يعطي مجال، لا اطلع، شوف ما يعطي مجال، مستحيل. شوفوا هاي في البقالات كلها، شوفوا المعششة ومبيضة بين البقالتين. وبالنسبة للفراخ الطيرة كلها بقى بس فرخين من عندهم.
كلها ماتت. هذا واحد بقى، وبقى واحد جوا القفص، والبقية كلها ماتت. ما أعرف ليش جاي يموت، شنو السبب ما أعرف، بس احتمال جاي دخلن جوا جوا هاي الأقفاص مال الحمام يمكن، وما جاي يزقنهن الأمهات، جاي يصيرن جوا وهذنيا ما يجي ينزلن جوا إلهن، فجاي يموتن. أكيد هذا السبب، ما تقبل غلط يعني. يا الله، السلام عليكم شباب، هسه جينا أنا وفرات نذب سلية. بسم الله. يا الله، يقولون بها صبور. ادعونا ادعونا بالرزق، ادعونا. يا الله يا الله يا الله، ها بشر. يا الله يا الله يا الله يا الله. ها شني جاي تشوفون شباب اللي يلبط بالسلية لو لا؟ صبور، بس صبور ناعم. هذا ناعم؟ ناعم. ها يلا الذبة الثانية إن شاء الله. شوي شوي تكبر شاغرة أول ذبة. ها والله تكبر، كل ذبة تكبر. يا الله يا الله، هسه تحضيرات الذبة الثانية. شوفوا جاي يفتح بالسلية على مود ذبها مرة ثانية، ونقول يا الله. غير مكانك. ها يعني يبقى هنا؟ يلا. يا الله. يا الله. يا الله، هسه الذبة الثانية جاي يسحب بيها. ها ثقيلة، شنو تحس مات؟ ما يبين بالجاري لأن كف جاري. ها. يعني لما تطلع غير؟ لما تطلع. يا الله. وحدة مو؟ اثنين. ها اثنين؟ بس ناعم. اي صغار. الذبة الثالثة يا الله. هسه هاي منطقة بس صغار. اي هناك شباب بشوية جاري قوي وعلق، يعني اذا نشمر السلية راح تكف هناك وتنقطع، فما راح نقدر، راح نبقى نذب بس هنا. رجعت من الصيد، كنت يوم فرات مثل ما شفتوا، وهسه رجعت من الصيد، وتعالوا خلينا نشوف الحمام شنو اخباره. ما شاء الله ما شاء الله. طبعا محلقه، هذا اخوي محلقه باسمه يمكن، لا مو باسمه يمكن، ما اعتقد باسمه، بس محلقه ما شاء الله كبران. شوفوا لي الجمال ايش حالاته، تعالوا خلينا نشوف الباقيات. وهذا هنا هم كبران، هم صاير كبير، والله صار لي هواي ما شايفهن طبعا، ما شاء الله شحالاته. هنا جواهن بيض، شو جواهن بيض، ما اريد اوخر عن بيض، اخليها. بسم الله ما شاء الله، هنا تون مفقسات، شوفوا تون مفقسات. تريد تهجم علي والعش، شوفوا شكلها شحالاته. هذا هم افراخ، هم جاي ريشن تقريبا، يعني كبرانات. نعمة نعمة، الحمد لله والشكر ما شاء الله، اللهم زد وبارك. السلام عليكم. واخيرا قنعته. ياب المتابعين يقولون ما متعودين على فرات بهيج لحية وبهيج شعر. تمام تمام، واني وياكم خوش. مالي خلق انا بعد، ما يعني هسه انا رايح اروح احلق، بس بعد انا مالي واهس بالحياه. ما يخالف. إيه؟ اقول لك الحزن بالقلب. هو بالقلب، ما ادري انا يعني هسه هاي اللحيه والشعر ما يرجع، انا ادري ادري. بس يعني مالي خلق، يعني مالي خلق ازعل من مزين هيك. مو المتابعين هم لهم حق عادي. اي لهم حقين. فعلى كل هسه قنعته ومتوجهين وين؟ للحلاق. ابقوا يعني، وبالاخير نراويكم فرات الجديد، مو الفرات القديم، لا راح اراويكم نوع فرات الجديد. ابقوا يعني. شنو هاي تسريحتك اقول لك؟ والله هاي التسريحة عشان اعش اللقلق. هسه راح تطلع الريس. شاء الله.
طلعنا هالريس حلاقنا بيده يرجع شباب. كان شايب لا يرجع يرجع. نعيما نعيما واخيرا وجه جديد. هسه المتابعين راح يفرحون تدري انت لو لا والله راح يكيفون. الصديق طلع في وين شنو شوف شوف هسه طلع وشك لو ما طلع هسه طلع جديد. ايش حالاتك بعد وشك ما متاكد من عندي؟ لا ها ها يلا نعيما نعيما. الى هنا يا حبايب قلبي نعزل ونسد الكاميرا انا وياكم وانتظرونا فيديو جديد وحلقه جديده او دعناكم.